السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تأثير ورؤية القطة السوداء في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحالم إذا رأى القطة السوداء في بيته وكانت تسعى فيه فقد تشير الحلم إلى السحر والجن والمؤذي الذي يخاف الرائي على الحقيقة. رؤية القطة السوداء في المنام تشير إلى وجود المتاعب والصعوبات في حياة الرائي ومحاولة الخروج من هذه الأزمات المتكاثرة عليه. رؤية الحلم في المنام لمن ينظر المولود الجديد تشير إلى الولد المتعب الذي يسبب الكثير من المشاق والألم للوالدة. الحالم إذا رأى القطة السوداء وهي تهاجمه في المنام فإذا ذلك قد تشير إلى تعرضه للخسائر في المال ونقص الأرباح في الحقيقة. الحلم كثير ما يكون تعبير عن شعور الرائي بالإخفاق والفشل في تحقيق المراد. الحالم إذا رأى القطة السوداء وهي تقترب منه فإن ذلك يشير إلى هموم ومحنة تصيب الرائي في القريب. أما رؤيته وهي تبتعد عنه فإن دليل على زوال الهم والتخلص من أسباب القرب والضيق. رؤية الحلم في المنام قد يشير إلى التسرع في اتخاذ القرارات وندم الرائي في الكثير من الأحيان بسبب التسرع. الحالم إذا رأى في المنام أنه يحاول قتل القطة السوداء في المنام فهو دليل على بذل الكثير من الجهد والمشقة في سبيل التخلص من الهموم والصعوبات التي تقابله في حياته. تفسير حلم القطة السوداء للعزباء. العزباء إذا رأت حلم القطة السوداء في المنام فإن ذلك يدل على أمور وتفسيرات في حياة الحلم. القطة السوداء في المنام للعزباء كثير ما يكون تعبير عن الصراع النفسي والقلق الداخلي الذي تعاني منه الفتاة. رؤية القطة السوداء في غرفة العزباء دليل على هموم داخلية تعاني منها الفتاة ولا يشاركها فيها أحد من أسرتها. اقتراب القطة السوداء في المنام يدل على أنها ربما ترتبط بشخص غير جيد يسبب لها الكثير من الحزن والألم في حياتها. بالقطط السوداء الكثيرة في المنام الفتاة يشير إلى كثرة المنافقين والذين يظهرون للفتاة خلاف ما يبطون لها. رؤية القطة السوداء وهي تقترب من العزباء يشير إلى خيانة وخداع تقع الفتاة في المحيطين بها على نحو غير متوقع. الحلم في المنام قد يشير إلى شعور الفتاة بالخوف والدخول في علاقات جديدة. القطة السوداء في منام المتزوجة. المتزوجة إذا رأت القطة السوداء في المنام فهو دلالة على المشكلات والصعوبات التي تقابلها المرأة في علاقتها مع زوجها وشعورها بعدم الراحة في حياتها الزوجية. الحلم في المنام قد يعني أن زواج المرأة يقوم بخداعها وليس بخلص مخلص لها كما تظن. المرأة إذا رأت القطة السوداء وهي تدخل بيتها فإن ذلك يشير إلى هموم وأخبار سيئة تصل الرائية في القريب. دخول القطة السوداء إلى غرفة المتزوجة ونومها على السرير قد يشير إلى خلافات قوية مع الزوج قد تصل إلى مرحلة الطلاق وترك البيت. المرأة إذا رأت القطة السوداء تتمسح بزوجها فهو قد يشير إلى أن سمعة امرأة تحاول التعرف على زوجها والإيقاع به. القطة السوداء في المنام للحامل قد تشير إلى المتاعب والصعوبات التي تقابل المرأة الحامل بسبب الحمل. رؤية القطة السوداء وهي تقترب من الحامل في المنام دليل على أخبار غير سرة تسمعها المرأة ويكون لها التأثير السلبي على حياتها وحياة زوجها وبيتها. الحامل إذا رأت القطة السوداء وهي تدخل إلى بيتها فهو تعبير على المشاكل الصحية التي تقابل الحالمة في الحقيقة سواء لها أو للجنين الذي تحمله. رؤية الحامل وهي تطرد القطة السوداء من بيتها دليل على تخلصها من المتاعب والألم كما تشير في الحلم الولادة السهلة للمرأة. تفسير حلم القطة السوداء للمطلقة. القطة السوداء في منام المطلقة دليل على المتاعب والعقوبات التي تعاني منها المرأة في حياتها الجديدة بعد الطلاق وترك الزوج. المرأة إذا رأت في المنام أنها قطة سوداء تجري خلفها فإن ذلك قد يشير إلى وجود شخص لا يرغب لها في الخير يحاول إلحاق الأذى والضرر بها. الحلم في المنام للمطلقة هو تعبير عن الضيق والاختناق الذي تشعر به المرأة كما يشير الحلم إلى التعاسة في حياتها ورغبتها في التغيير. القطة السوداء إذا كانت كثيرة في الشوارع المحيطة بالمرأة فهو دليل على وجود من يذكرها بسوء أو إحساس المرأة بذلك في الواقع. طرد القطة السوداء من البيت المطلقة دليل على التغيير الذي تحاول أن تقوم به المرأة من حياتها وعدم الاستسلام لليأس. القطة السوداء في حلم الرجل. إذا رأى الرجل القطة السوداء في منامه فهو دلالة على وجود الكثير من الصعوبات والمشاكل في الحياة الحالمة الشخصية أو العملية. الرجل إذا كان في المنام يقدم الطعام للقطة السوداء فهو إشارة إلى الشعور بالهدوء والسلام النفسي والتخلص من أسباب القلق والتوتر على الحقيقة.
الرجل الذي يرى القطة وهي تهاجمه فهو قد يشير وجود المنافقين وأصحاب النوايات السودة في حياة الرئي والذين يكيدون له ولا يدبرون له السوء والضرر. روي الحالم بأنه يمنع القطة السودة من الطعام ولا يعطيها وهي تقف بجانبه يشير إلى نقص مال وخسارة يتعرض لها الرئي في الحقيقة وتكون سبب في الفقر والحاجة إليه. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية القطة السوداء في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.